بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا شباب في الدرس الثالث من شروحات مهمة على الجافا سكريبت. خلونا يا شباب الآن احنا نعمل زوم. عنوان الدرس يا شباب: ازاي استعمل get attribute مع خصائص CSS. مثلا لما اضغط على one اعطاني كلام، نحن تعلمنا هذا الشيء في الدرس الماضي. طيب انا عايز اي button اضغط عليها هذا الكلام يجي لي لونه مختلف. مثلا ضغطت على 1 بدي يجي لونه أزرق، ضغطت على 2 يجي لونه أصفر، ضغطت على 3 أخضر، ضغطت على 4 يجي لونه مثلا أحمر، ضغطت على 5 يجي لونه مثلا أسود. طيب هذا أنا كيف بعملها يا شباب؟ كمان سهلة جدا من خلال خاصية جميلة يا شباب اسمها دوت ستايل دوت اسم الخاصية. وهون هنستعمل أكيد الجيت أتريبيوت. خلينا بس نوضح أول شيء الخاصية بتاعت ال CSS dot style dot. يا شباب بالجافا سكريبت دوم فيني اتحكم بال CSS عادي من هون، مثلا dot style dot اسم الخاصية بتاعت ال CSS وليكن color. الآن يا شباب خلونا نعمل comment. طيب مثلا احنا هون فينا نقله dot width. طيب ماذا يا شباب لو كانت الخاصية مثلا فيها داش؟ بكل بساطة يا شباب الكلمة اللي قبل الداش هنعملها copy نكتبها هون. الكلمة اللي بعد الداش كيف بدي اكتبها؟ بعمل كابس لوك، بكتب ال، بكتب اول حرف منها كبير والباقي بكتبه صغير وخلاص انحلت. لو انت مش دارس هذه الخاصية خلاص انا الان كأني شرحت لك اياها. طبعا يا شباب نحن الان هون محتاجين نعمل color. طيب color يساوي مين؟ زي الدرس الماضي انا بدي اي بطن اضغط عليها تعطيني لون مختلف. كيف نحن عملنا this.get attribute data text؟ رحنا نحن هون عطينا تكست لكل بوتن نفس الشيء يا شباب. هنعمل اتريبيوت جديد وليكن اسمه color data color. فينا نحط اكيد اي اسم عادي مش شرط نلتزم، بس نحن عشان نكون واضحين هنخلي data color. طيب يا شباب انا هون مثلا بدي red، انا هون بدي blue مثلا، انا هون يا شباب بدي green. طيب انا هون يا شباب بدي 3 سي، هذا رمادي عادي انا هون فيني احط يعني هاشتاج عادي جدا. وهون يا شباب مثلا خليه بلاك، نعمل سيف. نروح يا شباب نحن الان نحن هان نعمل this dot get attribute. مين يا شباب هذا الاتريبيوت تاع اللون؟ هل هو data text؟ لا، هو data dash color. خلاص يا شباب نحن الآن نعمل سيف ونروح، يعني أول بوتن أضغط عليها هيروح يمسك لي الرد ويحط لي إياه هون. وأكيد يا شباب هذا الديف دوت ستايل دوت كولر أنا عم بعطي، يعني أنا هذا الديف كأني عم بروح على الـ CSS أعطيه خاصية اسمها كولر. خلاص أنا الآن عملت هذا الأمر بالجافا سكريبت. نعمل سيف، نعمل ريلود، نضغط على 1 أحمر، 2 أزرق، 3 أخضر، 4 بنفسجي، 5 بلاك. طيب يا شباب الآن ركزوا معي، لما أنا أعمل ريلود أنا عايز أول نص يظهر لي هون. يعني لما أنا أضغط 1 هذا النص تاع أول بوتن بدي إياه يكون ظاهر تلقائي، يعني بدي الديفلت تاع مثلا دين. الآن أنا هذا أعطيه فاضي، بدي أول ما أفتح الصفحة يظهر في نص أي نص يظهر فيه تاع أول بوتن، يعني يكون هذا النص هو الديفلت. لما انا الان اعمل ريلود النص الان فاضي. طيب يا شباب واحد حيقول لي اعمل كوبي للنص وحطه هون، نعمل سيف. طيب يا شباب بركي افتراضا انا جيت رجعت غيرت النص من هون، كل مره بدي اجي ارجع اعدل، لا مش هذه الطريقه. هنروح نحن على الملف الجافا سكريبت، هناخد هذا الماي ديف. ماي ديف يا شباب دوت انر اتش تي ام ال يساوي ماذا؟ يساوي مين اول بوتنز؟ انا عامل دوت جيت اليمنتس باي كلاس نيم بي تي ان بي تي ان بي تي ان. طيب خلاص حلو تمام، هنعمل له كوبي ونحطه بيست هون. طيب يا شباب اي واحده فيهم هن الان زي الاري، الان هن كانهم اري، ما هن اري راح حاطط لي 1 2 3 4 5. طيب يا شباب ازاي نحن عملنا بالفور لوب وحطينا الاي هون؟ شرحت هذا بالدرس الماضي. طيب مين يا شباب دي اول بوتن؟ اول بوتن مين؟ هل هي 1؟ لا، بالاري يا شباب الاندكس بنبلش من 0، مثل هون i equal 0، يعني هون اول واحد بيكون 0.
دوت زيرو يا شباب بكل بساطة دوت جيت اتريبيوت. اتريبيوت مين يا شباب؟ داتا تكست. نعمل سيف، نعمل ريلود، خلاص الان عرض للنص. اول ما يفتح، اول ما يقرا ملف الجافا سكريبت هيقرا هذا الامر وخلاص هيطبقه. نفس الشيء يا شباب على ستايل دوت كولر، دوت ستايل دوت كولر يساوي مين؟ كمان اول بوتون دوت جيت اتريبيوت يا شباب داتا كولر، نعمل ريلود. طبعا يا شباب نحن هون زس خلاص الان اشتغل احمر. طيب يا شباب واحد قال لي انا عايز اخر بوتن يكون هذا النص هو اخر بوتن واللون اخر بوتن. طيب صفر واحد اثنان ثلاثة اربعة، يعني اخر واحد هو اربعة. اكيد يا شباب نبدأ بالصفر من ناحية الاري. طيب نحن الان يا شباب حطينا اربعة، نعمل سيف، نعمل ريلود. طيب واحد الان اكيد هون يا شباب اخر بوتن هي بلاك، عش مش هناك جاء اسود. طيب انا وليفترض رجعت عملت كوبي ورجعت انا زودت، يعني انا بدي اروح عدل هناك حطه خمسة. اكيد يا شباب في شيء اجمل، شو هو؟ بوتنز دوت لينس، زي نحنا ما عملنا هون اصغر من البوتنز دوت لينس. طيب يا شباب بس اكيد حطه ناقص واحد، نعمل سيف، نعمل ريلود، اشتغل. ايوه يا شباب واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة، ماشي. لما عدت من الواحد طلعوا خمسة. خلوني اعد من الزيرو، صفر واحد اثنان ثلاثة اربعة، يعني بلشت من الزيرو عطاني اربعة ولما عدت من الواحد عطاني خمسة، فلنس تاعهم خمسة لما بلشنا من واحد. طيب يا شباب خمسة ناقص واحد اربعة، خلاص اللينس تاعهم ناقص واحد دايما هيعطيك الاخير، لان انت باللينس ببلش من واحد اما الاندكس ببلش من زيرو، فلنس تاعهم عطانا خمسة نقصوا واحد عطانا اربعة. خلاص نعمل سيف نحن الان. بس خلونا نحن يا شباب مثلا هون هذا نحطه مثلا فيولت عشان ما يكون اسود، نعمل سيف، نعمل ريلود، خلاص الان اشتغل عادي جدا يا شباب. هذا هو درس اليوم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.